أيام. بعد 23 عاما الرئيس تبون ومورمو يفتحان عهدا جديدا في العلاقات بين الجزائر والهند. رئيسة الهند تزور الجزائر، بعث جديد لمستوى العلاقات على محور الجزائر نيودلهي. كل هذا أكثر مع البروفيسور عبد اللطيف بروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطين، الحاضر معنا عبر تقنية سكايب وعلى المباشر. طبعا أهلا بكم سيدي الكريم، وشكرا لقبولكم هذه المداخلة. العفو، تحية طيبة مسائية لك ولكل مشاهديكم، شكرا على الاستضافة. جميل، إذا تأتي هذه الزيارة بعد 23 عاما من آخر تبادل للزيارات على مستوى الرؤساء بين البلدين، ما يجعلها ذات أهمية بالغة في سياق العلاقات الثنائية في البداية طبعا وكقراءة أولية، أين تكمن هذه الأهمية؟ الأهمية في الإبقاء على المقاربة البراغماتية بين البلدين، لأنه نتكلم عن دولة هي صديقة الجزائر منذ الثورة التحريرية من القرن الماضي. حتى نفهم أكثر، على أن الهند دعمت الثورة التحريرية الجزائرية، وكانت هنالك علاقات دبلوماسية في جويلية 1962. وللتاريخ، وحتى نستدل بالتاريخ، يجب أن نفهم كذلك على أن كان هناك مكتب للأفد عن جبهة التحرير الوطني في الهند. قد يقول بعد لماذا نذكر بالتاريخ، حتى نفهم على أن من استقراء التاريخ على أن هناك علاقات وطيدة بين البلدين، ولكن فيها صعود ونزول. أكيد يجب أن نفهم ذلك، رغم أهمية العلاقات الثنائية والعلاقات المتعددة الأطراف بين البلدين، هنالك ماذا الآن تصور براغماتي بين مدينة. هل يمكن أن نضع عنوان لهذه الزيارة؟ هو أن نعم، هو الإبقاء على المقاربة البراغماتية بين الهند والجزائر، من خلال على أن هنالك استمرار للعلاقات الاقتصادية، استمرار لتواجد الهند في الجزائر عبر كل المعارض، آخرها معرض صفاقس 55 حضرت الهند بشركات، وهنالك تبادل تجاري بين البلدين، وهنالك ميزان تجاري صالح الجزائر بين البلدين. عندما أقول عدد الصادرات، رقم الصادرات الهندية إلى الجزائر، نحن نتكلم حوالي 800 مليون دولار، ورقم الصادرات الجزائرية إلى الهند هو 1.5 مليار دولار. قد يقول بعد لماذا أستعمل الأرقام؟ حتى نفهم على أن المقاربة البراغماتية موجودة بين البلدين، هي وفق ماذا؟ على الاستمرار العلاقات وفق مقاربة اقتصادية، ونحتاج الآن إلى دعمها سياسيا، لأن المقاربة الاقتصادية موجودة، ونحتاج الآن إلى توافق سياسي مرافق للمقاربة الاقتصادية، ولا نكتفي بالمبادرة التجارية، ولا نكتفي إلا بالشق الاقتصادي، نحتاج إلى ماذا؟ توافق حول أمهات القضايا. وأحسن مثال على ذلك هو أن الدولتان هما عضوان بارزان في حركة عدم الانحياز، ولا تطير، ولها عدد كبير من الدول التي هو منطوي تحت هذا الغطاء. نحن نتكلم عن أكثر من 120 دولة في حركة عدم الانحياز. إذن يجب أن نفهم على أنه إذا ما أردنا أن نقدم تعريف بسيط أو عنوان بسيط لزيارة رئيسة الهند إلى الجزائر وإحياء وبعث العلاقات السياسية من جديد، هو أنها المقاربة البراغماتية مستمرة بين البلدين، والمصالح كذلك موجودة. جميل، في هذا السياق بروفيسور عبد اللطيف بروبي، بأنكم أيضا ركزتم طبعا على الشق الاقتصادي، وكما قلتم العلاقات الثنائية كان فيها صعود ونزول خلال العقود الأخيرة، لكن البلدين حافظا على خطوط التواصل الدبلوماسي وتجاري النشط، وتأتي هذه الزيارة طبعا في وقت تشهد فيها الجزائر حراكا لإعادة هيكلة اقتصادها وكذا تنويع شركائها الدوليين، والاستفادة أيضا من خبرات وتجارب عديد الدول كانت في علاقات جيدة من ناحية اقتصادية بين الجزائر وإيطاليا، بين الجزائر وقطر، بين الجزائر وتركيا، الجزائر والصين. اليوم ضروري أن نطور أكثر علاقاتنا السياسية الدبلوماسية والاقتصادية بدرجة أولى مع الهند باعتبارها خامس قوة اقتصادية على المستوى العالمي، دولة ناشئة اقتصاديا وقوة من ناحية فرض منطقها خاصة على المستوى الإقليمي في 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 آسيا وعلى مستوى الدولي أيضا. ضروري اليوم أن نطور علاقاتنا الثنائية مع الهند خاصة من الجانب السياسي الدبلوماسي والاقتصادي.
لأنه يجب أن نفهم على أنه هناك منطق في العلاقات الدولية، كلما كانت قوتي أكبر كانت مصلحتي أكبر. أقول وأعيد، كلما كانت قوتي أكبر كانت مصلحتي أكبر. ونحن نتكلم عن قوة صاعدة في آسيا، ونحن نتكلم عن اقتصاد عالمي كبير وكبير جدا. يجب أن نتكلم عن سوق 1.4 مليار نسمة، هذا السوق داخلي كبير جدا، وقوة الدولة تقاس بمدى كمية الاستهلاك الداخلي، وبمدى بالسوق الداخلي مهم جدا في مدى في حساب قوة الدولة. نحن نتكلم عن دولة صاعدة اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، أمنيا، كل ما يتعلق كل مؤشرات القوة الصاعدة متوفرة في الهند. وأكبر دليل على ذلك هو مؤشر التركيبة السكانية وعدد السكان كالسوق الداخلي. قد يقول البعض كيف تستفيد ذلك الجزائر؟ الجزائر الآن حددت منحنى تصاعدي في تحديد أهداف، نحن نريد أن نبلغ 400 مليار دولار كناتج محلي خام. قد يقول البعض لماذا نذكر بهذه الأرقام؟ حتى نفهم نحن كذلك قوة صاعدة في المنطقة وفي إفريقيا. أي نعم، هناك نحتاج إلى الشركاء، والشراكة مع الهند أقول وأعيد الآن براغماتية. هل فيها توافق اقتصادي؟ نعم. هل هنالك توافق سياسي؟ نعم. ماذا يختلف حتى نقول على ان هنالك صعود ونزول؟ حتى نفهم على ان الان مصلحه الهند اصبحت في مناطق عده، ومن بين تلك المصلحه تواجدها في افريقيا. هنالك اجتماعات للهند مع افريقيا، وللتذكير نحن الان في تجاره حره افريقيه، والجزائر دولة صاعدة في إفريقيا وفي الأمة العربية ومع الدول العربية كذلك، ودولة ريادية كذلك. يعني على أن تقاطع المصالح موجود. أقول وأعيد، تقاطع مصالح بين الدولتين. فالهند الآن اقتصاد كبير وكبير جدا، سوق داخلي كبير جدا، تأثير سياسي له تأثير كبير جدا. هناك استراتيجية ما يعرف The New Corridor، هذا الكوريدور الذي يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا، والهند منخرطة فيه بطريقة مباشرة تبعته الولايات المتحدة الأمريكية. قد يقول البعض ماذا ستستفيد الجزائر؟ ولذلك قلت الآن على أننا الآن مقاربة براغماتية بين الدولتين. الهند تشارك في كل المعارض الجزائرية الدولية مرتبطة بالبيئة، بالصحة، بالزراعة. هنالك تبادل مستمر بين البلدين. نحتاج إلى الآن إلى الجهة الثانية للتوافق الاقتصادي. نحتاج الآن إلى بعث من جديد التوافق السياسي بين البلدين وفق مقاربة براغماتية. ولذلك قلت وأعيد أن القضية ليست مرتبطة بالشق الاقتصادي، فهو مستمر منذ مدة بين الطرفين ولم ينقطع. الآن حتى تهنئة رئيس الوزراء الهندي لرئيس بون نذكر بذلك، لأننا نتكلم عن رئيس دولة الهند موجود الآن ورئيس الوزراء موجود في الهند، وهنأ الرئيس تبون بنجاحه في العهدة الثانية. قد يقول بعد ما دلالة هذه التهنئة؟ لأن هنالك من يعتبر أن صعود اليمين في الهند يؤثر في العلاقات. أقول لتوفير أهمية العلاقات بين الطرفين، تهنئة الوزير الأول، تهنئة ماذا الآن تواجد رئيس الدولة الآن في الهند، يذكرنا بأن العمق الاستراتيجي بين البلدين موجود. وأحسن مثال على ذلك هي وجود لجان مشتركة بين البلدين منذ 1981. ما هو مطلوب منا الآن؟ على أننا نستفيد من استقراء التاريخ ومن التجارب السابقة بين الهند والجزائر، على أن المقاربة الاقتصادية مستمرة، على أن التوافق السياسي يمكن الرجوع إليه وفق أن مصالح البلدين متقاطعة. وإلى تذكير أنها ليست متناقضة بين البلدين بقدر ما هي أن الهند الآن أصبحت مصالحها أكبر في العالم، ولذلك يجب أن نفهم ذلك. ولذلك قلت أعيد على أن الهند الآن ترفع شعار كلما كانت قوتي أكبر كانت مصلحتي أكبر، وهذا تريد تطبيقه في الواقع. والجزائر تحتاج إلى شركاء، وهؤلاء الشركاء يجب أن نفهم على أن لا نقل الشركات إلا في أوروبا، لأن الاتحاد الأوروبي شريك، والعلاقات مع إيطاليا شريكة، والبرتغال شريكة، ودول أخرى في أوروبا شريكة. لكن هذه العلاقات الثنائية نحتاج الآن إلى تنويعها من شركاء من خارج الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد مع القوى الصاعدة الصين، الهند. الهند الآن لها ثقل سياسي واقتصادي وأمني واستراتيجي في أي استراتيجية عالمية. ولذلك ذكرت بالاستراتيجية الآن وتواجدها في خطة طريق الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالمحصلة
يجب أن نفهم على أن المقاربة الآن واضحة وهي قائمة على الاستمرار في التوافق الاقتصادي، وأكثر من ذلك نبحث عن التوافق السياسي في أمهات القضايا، والحيز المتعدد الأطراف موجود. أين ننطلق؟ أين نجتمع؟ أين نبادر في حركة عدم الانحياز؟ هذا لا يعني أن لا توجد علاقات ثنائية بين البلدين. وأحسن مثال على ذلك هذه زيارة القمة، نحن نتكلم عن زيارة قمة لرئيس الدولة منذ 23 سنة يوم يزور الجزائر، ونتكلم عن دولة 17% على السكان أو سكان العالم. إذا بالمحصلة يجب أن نفهم على أن الآن أنا معطى ثابت فيما يكمن أن المقاربة البراغماتية الآن هي عنوان الزيارة، توافق اقتصادي، ونريد تكريس توافق سياسي مع التوافق الاقتصادي وفق منطقة الآن على أن هناك قواسم مشتركة تاريخية بين بلدين، إفريقيا كعامل مشترك، العلاقات الثنائية كعامل مشترك، استمرار تصدير الجزائر للزيوت ومرتبطة بالنفط للهند مستمر، من هنالك صادرات للهند إلى الجزائر مستمرة بعدها الزراعي وما شابه ذلك. أكثر من ذلك هي توجهات الدولة الجزائرية الآن إلى بعض الصناعات الثقيلة، فيما تكمن هذه الصناعات الثقيلة التي تتطلب الدقة وتتطلب التكنولوجيا، ونحتاج في الفضاء، ونحتاج في السكة الحديدية، ونحتاج في البناء وفي البناء، ونحن توجهاتنا الآن نحو ما يعرف بمقاربة شاملة تنموية، نريد خطوط سكك حديدية كبيرة وكبيرة جدا، نريد تعليم عالي بين الطرفين، نريد تفعيل الشراكات الموجودة. نحن نتكلم على أكثر من 3800 هندي يعمل في الجزائر، إذا الشركات موجودة. ولذلك قلت وعيد المقاربة واضحة وواضحة جدا على أن الآن نريد بوستي نعمل على الدعم مدى التوافق الاقتصادي والرجوع إلى الحالة الطبيعية بين البلدين. يجب أن نفهم أن الحالة الطبيعية بين الهند والجزائر على أنها هنالك توافق سياسي في أمهات القضايا، ونريد تدعيم ذلك ولا ندخل في المزايدات على أن هنالك وهنالك. لا، المقاربة لا تخرج من إطار التذكير بميل. كلما كانت قوتي أكبر، كانت مصلحتي أكبر، هنالك ترتيبات أمنية جديدة واقتصادية جديدة، نحتاج إلى شركاء، نحتاج إلى مساعدات، نحتاج إلى إحياء اللجان المشتركة، وكنا نتكلم عن اللجنة التاسعة والعاشرة لهذه اللجان المشتركة بين البلدين، الآن هذه فرصة لإحياء مثل هذه الشراكات وفق لجان التخصصات، ولا تخرج من الآن على أن الشراكة مع الهند هي قيمة مضافة، لأن التوافق الاقتصادي موجود، نبحث الآن عن التوافق السياسي، لأن التحديات المستقبلية يجب أن نفهم ذلك على أن الهند انخرطت في سياسات عالمية، ونحتاج شركاء من هذا من الثقل، لأن الثقل كبير وكبير جدا. جميل، نواصل النقاش معكم خاصة في هذا السياق أستاذ بروفيسور عبد اللطيف بوروبي فيما يخص السياقات العالمية التي انخرطت فيها السياسات العالمية التي انخرطت فيها الهند وكذا الجزائر باعتبارها عضو بمجلس الأمن طبعا، ورؤية واضحة طبعا لكلا البلدين فيما يخص إعادة النظر في المنظومة الدولية بصفة عامة. نواصل النقاش معكم بروفيسور عبد اللطيف بوروبي. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، نعود بعد فاصل من جديد. مشاهدينا الكرام نواصل بقية الأخبار ونواصل النقاش أيضا مع البروفيسور عبد اللطيف بوروبي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطينة، الحاضر معنا عبر تقنية سكايب وعلى المباشر. أهلا بك مرة ثانية سيدي الكريم. رئيسة جمهورية الهند دروباي مورمو تؤدي زيارة دولة إلى الجزائر تدوم 4 أيام. رئيسة الهند تزور الجزائر بعد 23 عاما، بعث جديد لمستوى العلاقات على محور الجزائر نيودلهي. سيدي الكريم، تحدثنا طبعا قبل الفاصل فيما يخص أهم النقاط المتعلقة طبعا بهذه الزيارة والأهداف منها في الشق السياسي وفي الشق الاقتصادي خاصة، قلتم بأن البراغماتية هي عنوان هذه الزيارة، توافق في أمهات القيا، شراكة اقتصادية مهمة بين البلدين، مبادلة تجارية بأرقام مهمة أيضا بين البلدين قابلة للارتفاع خلال الفترة القادمة، بالنظر إلى الإرادة السياسية لقائدي البلدين، بالنظر إلى طبعا المخطط الاقتصادي الذي باشرته الجزائر الذي تسير فيه من أجل الابتعاد عن الاقتصاد الريعي والذهاب إلى اقتصاد منتج والاستثمار في عديد القطاعات. اليوم في الشق
في الشق الدولي سيدي الكريم، وفي الشق المنظومة الدولية، البلدين في منظورهما أنه ضروري تغيير المنظومة الدولية الآن، كيف تستفيد الجزائر من هذه الشراكة في هذا السياق؟ وأين تكمن مصلحة الجزائر أيضا؟ في السياسة الخارجية لا أكثر ولا أقل حتى نفهم أكثر، لأن السياسة الدولية الآن هي التي تحدد دور القانون الدولي وتحدد دور المنظمات، وليس العكس، أقول وأعيد ليس العكس. لا ننتظر من المنظمات الدولية أن تقوم بتغيير السياسة الدولية، ولا ننتظر من القانون الدولي أن يقوم بتغيير السياسة الدولية. إذا من أين أنت؟ يجب أن نفهم على أن الجزائر طابع خصوصية العلاقة مع الهند متميزة. تاريخيا دخلت في علاقات ثنائيه باحتواء مكتب الافلام منذ الخمسينيات من القرن الماضي، واستمرار العلاقات الدبلوماسيه بين الطرفين وتواجدها في منظمه كبيره وكبيره جدا هي حركه عدم الانحياز. قد يقول بعد ما الفائده من ذلك؟ طب الكونسيكونسز عندها تداعيات مزدوجه، كيف ذلك؟ على مستوى ان العلاقات الثنائيه بين الطرفين مستمره، واكثر من ذلك في منظمه حركه عدم الانحياز. هل يعني ذلك على ان هنالك امكانيه لتقاطع المسار؟ اقول نعم، لان التوجهات الان ان كل دوله تنظر على ان هنالك اجحاف في حقوق هذه الدول. نحن نتكلم عن اسيا بدوله واحده في مجلس الامن وهي الصين، ونحن نتكلم عن دوله رائده وصاعده وهي قوة اقتصادية عالمية وقوة عسكرية مشابهة ذلك، تريد أن تتبوأ مكانة في العلاقات الدولية، مكانة في الساحة الدولية. نفس الشيء، وهذا حق مشروع للجزائر أن تدافع على مبادئها ومصالحها في آن واحد. لا نكتفي بالمبادئ، لأن المبادئ مهمة جدا، لكن يجب أن نفكر وفق مقاربة براغماتية. لأن الهند الآن موجودة، أقول وأعيد موجودة دائما في العلاقات التجارية مع الجزائر، وفي كل ما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية للجزائر. هل تخلت عن الجزائر؟ أقول لا. نفس الشيء، من السهل بما كان التذكير على أن الجزائر يمكنها توظيف مبادئها في خدمة مصالحها. ليس من العيب أن نوظف المبادئ في خدمة المصالح. الآن مصلحة الجزائر في تنويع الشراكات، الآن في تنويع الشراكات مع الدول الآن التي لها مدى إمكانية أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري وتوجهات الدولة الجزائرية، ولذلك الترتيبات الأمنية جديدة الآن تساعد على ذلك، لأن في السابق كان هناك نوع من نظام أحادي قطبية تنفرد به الولايات المتحدة الأمريكية، الآن نلحظ على أن كل الدول تريد أن تتموقع وفق مصالحها وليس وفق مصالح الآخر. ولذلك قلت وأعيد على أن عنوان الزيارة مقاربة براغماتية. هل نبقي على العلاقة السردية؟ نعم. هل نبحث على توافق سياسي 100%؟ أقول لا، ليس بالضرورة توافق سياسي، يجب أن نفكر بطريقة براغماتية على أن السياسة الدولية لا تبنيها القوانين الدولية ولا المنظمات الدولية، بقدر ما تبنيها العلاقات الثنائية والشراكات المتعددة السياسة والشراكات المتعددة الأطراف. الآن الجزائر دخلت في هذا الحيز، لأنها تفكر في مصالحها وتحديد مبادئها من خلال شراكات ثنائية. الهند شريك تخلينا عليه في فترة معينة نظرا للظروف المعينة، ولكن الآن يجب أن نفهم على أن الآن هذا الطرف طرف قوي وقوي جدا في المعادلة الدولية، له أثر وتأثير في بلورة السياسات والاستراتيجية الدولية من خلال بريكس، من خلال شنغهاي، من خلال الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن، من خلال الجمعية العامة، من خلال منظمة حركة عدم الانحياز. قد يقول البعض لماذا أعدد ذلك؟ حتى أقول على أن التواجد بين الهند والجزائر في التوافق العام موجود، وهذا يجب أن نفهمه، والآن نحتاج إلى الدفع به، نحتاج إلى عوامل دافعة. بوش فاكتورز، توافع عوامل دافعة نحو التوحيد والرؤى بين الطرفين. ولذلك الآن ما هو مطلوب منا الآن وفق مقاربة براغماتية أن نوظف مبادئنا في خدمة مصالحنا. ليس من العيب أن ندخل في شراكات مع دول أخرى ليس لها توجهات سياسية واستراتيجية مع الجزائر، ولكن بالحفاظ على وبالحفاظ فيما يعرف بكل ما كانت قوتي أكبر كانت مصلحتي أكبر، والآن أصبحت قوتها كبيرة ومصالحها كبيرة في كل. ولذلك الجزائر الآن تفكر وفق منطق الآن الدفع بالحلول الدبلوماسية والسياسية، وكون تكون متوازنة مع الحلول الاقتصادية، لأن الهند الآن فاعل جدا حتى في الاستراتيجية المستقبلية. الكوريدور
الرابط بين الشرق الأوسط وأوروبا، الهند هو الذي المؤتلق، دولة الانطلاق هي الهند، حتى نكون هناك تنصيبات استراتيجية توقف ما يعرفون خطة الطريق والحزام للصين. ولذلك يجب أن نفهم ذلك، هل نكتفي بالصين؟ أقول لا. هل نكتفي بإيطاليا؟ أقول لا. هل نكتفي بالدول الأخرى؟ أقول لا. كل الآن نحن أمام open opportunities، بدائل وفرص مفتوحة للجميع، لأن الجزائر الآن توجهاتها واضحة. من غير المعقول أن نضع خطة طريق ل 2025 وإلى انتقال طاقوي في 2035 دون أن ننوع الشراكات. تنويع الشراكات يعني أننا نجد لأنفسنا موطئ قدم لمصالحنا في تلك المنطقة. فالهند مهمة بالنسبة للجزائر، إيطاليا مهمة بالنسبة للجزائر، وباقي الدول مهمة للجزائر. شكرا جزيلا لك بروفيسور عبد اللطيف بوروبي، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه قسنطينه، على هذه المداخله وعلى هذا النقاش ايضا. سنفتحه طبعا مره ثانيه لما تتوفر